بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. تحيه وتقدير لكل مشجعين تشيلسي اللي كانوا واثقين وعارفين كويس قوي ان كيبا اول ما حط ايده على الكوره هيطلعها بره. تحيه كبيره للناس دي. انا كنت متوقع ان كيبا هيطلع بره او حارس ليفربول هيتصدى، ومحدش يقول لي كيبا سبيشاليست ضربات جزاء، لان انا من الناس اللي كنت بقول ان تغييره كيبا وضربات الجزاء مميزه، بس مش النهارده خالص. ما ينفعش النهارده خالص انك تغير مندي، ما ينفعش خالص انك تغير مندي النهارده. النهارده مندي طالع مان اوف ذا ماتش عندك، يبقى انت ليه بتغير مندي؟ هو مندي موفق جدا النهارده، ومندي عمال يطلع من لعيبه ليفربول جوه المباراه. تمام، اشتغلت كويس بالثلاثه 4-2-1، عملت شغل كويس قوي. طبعا بتلعب ورا ترينت الكسندر ارنولد، دايما نقطه ضعف ليفربول كلها ورا ترينت وجوردان اندرسون والتغطيات، ومحمد صلاح ما بيرجعش، ونفس المشاكل بتاع ليفربول. ليفربول ما ينفعش انك تخش تتخانق معاه على السيطره على الكوره، سبت له الكوره، سبت له الاستحواذ. كان خطير، طبعا كان خطير لان هو عنده مهارات مميزه جدا عند لويس دياز، واحد من اكبر الصفقات اللي يورجن كلوب بغفل الكوكب كله فيها، وطبعا محمد صلاح، وطبعا ساديو ماني. فعدم وجود جوتا وعدم وجود فيرمينيو كمهاجمين صريحين. تشيلسي عمل مباراه كويسه، بس موسم مونت، ولولا عونه موسم مونت وعدم توفيق موسم مونت كانت الدنيا ممكن تخلص من بدري قوي. بس موسم مونت النهارده كان اوت اوف جيم، ما جاش خالص موسم مونت في الوقت اللي انت مراهن ان موسم مونت وكريستيان بوليسيتش وكايا فيرتز هم اللي هيشيل لك الفرقه في الشكل الهجومي، لان انت مش هتعمل زيادات من اسبليكويتا ولا هتعمل زيادات من ماركوس الونسو، وطبعا كوفاتيتش وكانتي مش هيعملوا زيادات هجوميه خالص. تشالوبا وتياجو سيلفا وروديجر عملوا مباراه عالميه حرفيا قدام خط هجوم ليفربول، وطبعا تحتهم ادوارد مندي مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي. فانا بالنسبه لي لما غيرت التغييره بتاعه سيزر اسبليكويتا لداع الاصابه فرقت جدا معاك، وفتحت جدا ناحيه اليمين عندك، وبقى في شوارع كبيره جدا ناحيه اليمين انت مش عارف توقف ريش جيمس عن ان هو يطلع يعمل ادوار هجوميه. ولما قررت ان انت تغير كريستيان بوليسيتش وموسم مونت، عطيت نفس الواجبات الهجوميه لتيمو فيرنر، ان هو بيروح يتطرف هناك عند جوردن اندرسون وعند ترينت الكسندر ارنولد. ولما نزلت لوكاكو وديت كايا فيرتز وتيمو فيرنر كانوا بيعملوا تبادل مع بعض، واحد بيروح شمال واحد بيروح يمين، كنت خطير جدا جوه المباراه. اتلغى لك 3 اهداف بتاع التسلل، بس اتلغى ليفربول برضه هدف انا ما فهمتوش غير متاخر قوي، ان فيرجيل فان دايك دخل في اللعبه فبقى اوفسايد، وهم رجعوه على ان هي اوفسايد، وبعد كده الحكم راح او فاول ومش عارف فاول اوفسايد، والحكم بقى محدش فاهم. الحاله دي كانت غريبه جدا النهارده، محدش كان فاهم فيها حاجه، اللي هو ازاي اوفسايد وانت بتروح تجيب الحكم بتاع الساحه تفرجه على فاول؟ يعني انت عايز يحسب فاول ولا عايز يحسب اوفسايد؟ ما هو اوفسايد وانت متاكد ان فيرجيل فان دايك اوفسايد، احسبها من البدايه. انما ما تجيش تقول لي كذا والكلام ده. ليفربول معروف ان هو كده كده هيغير نص الملعب بتاعه. نص الملعب اللي بيبدا نابي كايتا وجوردن هندرسون هيتغيروا، كده كده هيتغيروا، مع مرور الوقت هيتغيروا. هتلاقي ان هو خلى فابينيو نازل مع جوردن هندرسون وهيرفي اليوت، بحيث ان هو يخلي اليوت الصغير هو اللي يروح يعمل واجبات دفاعيه ورا لعيب زي ترينت الكسندر ارنولد، لحد ما وصلنا للحظه الحاسمه وهي تغييره ادوارد مندي. دي انا بصراحه قلت كويس، انا قلت كويس في البدايه بصراحه، قلت كويس وعاش جدا انك يبقى عندك سيستم، انك عندك حارس سبيشاليست ضربات جزاء، اللي هو متخصص ضربات جزاء. بس المشكله مع اول ضربتين جزاء عرفت ان التغيير ده كان تغيير غلط، لان شفت فيه راحه غير طبيعيه لعيبه ليفربول داخلها على كيبا ارزابجال، اللي هو راح وقف لفان دايك في زاويه وفتح له الجون كله، فان دايك لعبها له في نفس الزاويه، اللي هو انت يعني قفل لي الجون كده خدها في نفس المكان اللي انت واقف فيه. لما 10 كور بيشاطوا عليك ويتقال عليك انك سبيشاليست ضربات جزاء تروح مع ثلاثة، والأقرب إن أنت كنت ممكن تطلعها كانت الكرة العاشرة بتاعت إبراهيم كوناتي اللي نزل مكان جويل ماتب في الدقيقة 91. يعني تخيل أنت مطلع من واحد مصنف رقم 10 في الفرقة وعايز تقنعني إنك سبيشاليست ضربات جزاء. سبيشاليست ايه يا ابو سبيشاليست؟ انت كل كره شمال والكره يمين، شمال والكره يمين، يمين والكره شمال، هنا والكره في النص. يا راجل ما شفتش ان جوتا كان خايف خالص بالنسبه لك كحارس مرمى؟ ما شفتش ان جوتا كان خايف؟ اقف في الجون يا حبيبي، لعبها لك في النص، كور سهله قوي. ده كليهير الحارس بتاع ليفربول كان بيروح مع كور كتير، بس لعيبه تشيلسي كانوا بيحطوا في اماكن بعيده قوي.
للامانه برضو كان في كور بعيده قوي عليك ككبه من لعيبه ليفربول، بس كان ممكن تعمل معاها اي حاجه يعني، روح معاها يا اخي على الاقل، انت مش مفترض سبيشاليست بقى وراجل خبير بضربات الجزاء. تغييره مندي انا عرفت ان هي دي اللي خلصت الماتش بعد ضربات الجزاء، لان احنا لو عدنا اللفه تاني وهو كيبا اريزابالاجا كان سجل، كان برضو لعيبه ليفربول ممكن يفضلوا يشوطوا عليه لحد بكره الصبح وما كانش هيصد اي حاجه، لان لعيبه ليفربول خلاص يعني هتقعد تتنطط له وتروح لشمال ويمين، مش هتجيب منه اي حاجه، مش هتجيب. هو كان عندهم ثقه ان هو مش هيصد منهم حاجه. مندي لو كان كمل كان ممكن خافوا منه شويه، واتمنى ان صوره مندي ما بيعرفش يصد ضربات جزاء دي تتشال من عندك، لان مندي عمل ضربات جزاء كويسه قدام منتخب مصر في نهائي كاس الامم الافريقيه، وكسب منتخب بلده كاس الامم الافريقيه بضربات الجزاء. فاتمنى فكره السبيشاليست بتاع كبر زي ما قال اللي انت عايز تحطها له دي، ان هو سبيشاليست ضربات جزاء، الفكره دي تخلص منها، لان الفكره دي كلفتك بطوله النهارده قدام ليفربول. ليفربول استحق ان هو يطلع كسبان البطوله، طبعا استحق، ليفربول ما يتقالش عليه في ماتشات ان هو كان سيء قوي، بس محمد صلاح برغم ان هو كان حالته سيئه بس مع ذلك في لحظات كان ممكن يخلص المباراه. لويس دياز شرحه، ابراهيم كوناتي قدر ان هو يقفل شعاع لوكاكو لما نزل للامانه، جويل ماتب وفيرجيل فان دايك عملوا اداء كويس، تريندر اكسندر ارنولد واجبات كويسه كدفاعيه لان هو ما كانش واخد واجبات هجوميه النهارده، بس برغم ان احنا بنتكلم واجبات دفاعيه دي برده كان في كل شغل كل بتاع تشيلسي من ناحيته، اللي هو انت ما تعرفش قايم ترند كان كويس ولا كان سيء، بس ترند واخد مان اوف ذا ماتش بالنسبه لسوفا سكور، بالنسبه لاي حد بيقيم لعيبه هو مان اوف ذا ماتش بالنسبه لليفربول. نابي كايتا وفابينيو وجوتر هندرسون ما كانوش واو، وحتى لما لقينا ان هاليوت ومينر نزلوا برده ما كانوش واو. ليفربول لعب مباراه في المتوسط بس مع ذلك استحق ان هو يطلع كسبان الكاس. يورجن كلوب قالها امبارح، قال انا رحت ويمبلي خسرت مرتين وبكسب في الثالثه، خسرت دوري الابطال مرتين وبكسب في الثالثه، الراجل كان قلبه دايما بس مستحق البطوله للامانه. هارد لك لكل مشجعين تشيلسي، الف مبروك لجمهور ليفربول على تتويج البطوله، وان شاء الله باذن الله تبقى اخر بطوله تتوج بيها في الموسم ده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فبراحتك، هذا رايك ويحترم.